واحد صاحبي بيقول لي كنت في مرة من المرات قاعد في عربيتي ومعايا تليفون، فشفت موقف جميل جدا عجبني. كان في طفلة صغيرة جت بتعدي الشارع، فعربية كانت ماشية بسرعة كبيرة جدا كانت هتخبطها، لولا السواق قدر يدوس فرامل بكل قوته ويتفادى البنت. وقتها البنت كان في ايديها طلبات للبيت، ومع الخضة الشديدة وخوف البنت الحاجات وقعت من ايديها فطبعا باظت. السواق وقتها نزل للبنت بيزعق علشان ما كانتش بصة واخدة بالها، والبنت طبعا انهارت من العياط. صاحبي بيقول لي لقيت نفسي تلقائي بزعق للسواق وبقول له انت كمان لسه هتتكلم، احمد ربنا انك لحقت نفسك. بيقول انه راح للبنت بشكل مباشر، طبطب عليها واخدها في حضنه في قمة الاحتواء اللي ممكن تشوفه، وقال لها الحمد لله جت سليمة يا ستي، وبعدين انت زي القمر اهو، ايه اللي مزعلك بقى؟ ايه اللي مخليكي تعيطي كده؟ قالت له بكل براءة الأطفال، أصل ماما هتضربني لو روحت ليها من غير الطلبات دي، علشان هي عايزاها ضروري. قال لها بس كده؟ أنت عارفة إن صاحب السوبر ماركت ده قال إن اللي بيبوظ حاجة ممكن يبدلها له، وأنت علشان شاطرة وبتساعدي مامتك ليكي مني هدية، بس بشرط ما شوفش دموعك مرة تاني. قولي لي بقى، عايزة شوكولاتة ولا بسكوت؟ البنت في البداية رفضت تماما، وبعد إلحاح وافقت، جاب لها شوكولاتة وراح جاب لها الطلبات وطبطب عليها ومشيت. بعد ما رضاها وحول الموقف اللي رعبها لحاجة بسطتها، والبنت مشيت وهي مبسوطة وفي قمة السعادة. قد إيه صاحبي ده قدر يحتويها بأبسط الأمور، قد إيه كان إنسان جميل وصاحب قلب طيب ونقي. الاحتواء يا جماعة، الاحتواء يعني أنا قادر أسمعك، قادر أفهمك ومشيك فرحان بعد ما كنت جايلي بكل همومك ومشاكلك. أنا قادر أوصلك لنقطة الأمان بالنسبة لك. الاحتواء إن أكون قادر أشوف فيك كل حاجة أنت مش شايفها في نفسك. الاحتواء إن أكون جنبك وحلي معاك لحد ما أوصلك لبر الأمان. الاحتواء هو عنوان للتفاهم والإحساس بالأمان. الاحتواء هو أساس الاهتمام، هو الحب الحقيقي بعيون واقعية. خليكوا سند لبعض يا جماعة، اسمعوا بعض وحسوا ببعض. الاحتواء عين الاهتمام، ومفيش أي علاقة بتكمل من غير اهتمام. بنتك محتاجة احتواء، مراتك محتاجة احتواء، أمك وأختك وجوزك، كل الناس محتاجة اللي يضم ويطبطب. الاحتواء هو الوتد الرئيسي لبناء أي علاقة. إحنا قابلنا مجموعة من الناس في الشارع وطرحنا عليهم مجموعة من الأسئلة، تعالوا نشوفوا ردوا قالوا إيه. بعد الفاصل استنونا.